بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاستقامة معناها الاعتدال والوسطية بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتساهل، وذلك بالسير على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من صدر هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما معتدلا فاتبعوه سيروا عليه ولا تتبعوا السبل، أي ما خالف هذا الصراط من مذاهب الناس وآرائهم وأقوالهم ومعتقداتهم المخالفة لمنهج الكتاب والسنة. هذا الإشارة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. صراطي أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، ولأنه سبحانه هو الذي شرع وأمر باتباعه فقال: فاتبعوه سيروا عليه حتى يوصلكم إلى الله وإلى جنته، ولا تتبعوا السبل. انظر كيف وحد صراطه، لأنه صراط واحد، وعدد السبل لأنها كثيرة. كل من خرج عن هذا الصراط فإنه يختار لنفسه سبيلا ومنهجا وطريقة يختص بها، والآخر كذلك، والآخر إلى آخره. فلا يجتمع هؤلاء أصحاب السبل على منهج واحد، يكونوا مختلفين، بخلاف الذين ساروا على صراط الله المستقيم فإنهم يكونوا متفقين ومتوافقين ومتحابين ومجتمعين. وكما أنهم اجتمعوا في الدنيا على هذا الصراط وتحابوا في الله، فإنهم يكونون في الجنة أيضا مجتمعين على سور، إخوانا على سور متقابلين. هذا في الدنيا والآخرة. أما أصحاب السبل المخالفة لهذا الصراط
فإنهم يعيشون على الاختلاف والتناخر والتباغض في الدنيا وفي يوم القيامة، يلعن بعضهم بعضا ويتشامتون بينهم، وكل يلقي باللائمة على الآخر: أنت الذي أضللتني، أنت الذي، أنت الذي. هذا مصيرهم في الآخرة. ولهذا قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، أعلنوا التوحيد لله رب العالمين، فهو الرب وهو المعبود وهو الإله وحده سبحانه وتعالى، لا معبود له سواه. ربنا الله، يعلنون هذا. ما يكفي الاعتقاد بالقلب دون النطق باللسان، لأن المشركين يعتقدون بقلوبهم أن ربهم هو، وأن الذي يستحق العبادة هو الله، يعتقدون هذا بقلوبهم، لكنهم في العمل خالفون ذلك لأهوائهم، رغباتهم ورهاساتهم ومناهجهم وجماعاتهم التي انحازوا إليها، فهم في صراع مستمر. أما أهل الصراط المستقيم فإنهم في وفاق دائم. ولهذا قال: ثم استقام، قالوا ربنا الله، أعلنوا هذا ثم أتبعوا القول بالعمل، ثم استقاموا على دينه، استقاموا على دينه. قالوا ربنا الله، اعتقدوا هذا بقلوبهم ولم يكن قولا بألسنتهم فقط، بل اعتقدوا هذا في قلوبهم وساروا عليه في أعمالهم وتصرفاتهم، فتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه وساروا على شرعه ودينه. هذه هي الاستقامة. ثم استقاموا، لأنه لا يكفي القول بدون العمل. فهناك من يقول ربنا الله ثم لا يستقيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أولئك هم المنافقون الذين قالوا ربنا الله في الظاهر، ولكنهم لا يستقيمون على ذلك بالاعتقاد والعمل. من يقول ربنا الله فإذا وذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فينحرف اتقاء لأذى الناس ولا يتصور عذاب الله وهو أشد من هذا الناس، فر من الرمضة إلى النار والعياذ بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مجرد قول ليس عليه استقامة، وإنما هو مجرد قول. هؤلاء هم المنافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم مصيرا.
قالوا ربنا الله ثم استقام. تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند الوفاة، تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم، تظهر لهم تبشرهم بما أمامهم، تطمئنهم على ذرياتهم وعلى ما خلفوهم من الدنيا. لا تتنزل عليهم الملائكة، لا تقول لهم لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، فإنكم قادمون على جنات ورضوان من الله سبحانه وتعالى ونعيم مقيم، فلا تخافوا مما أمام، لأنكم أمنتم مستقبلكم وأنتم على قيد الحياة، قدمتم لأنفسكم ما يؤمنكم يوم القيامة، ولا تحزنوا على ما تركتم من الدنيا من الأموال والأولاد، لأن ما عند الله خير وأبقى. وأبشروا بالجنة، لما طمأنوهم بشروه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون، نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. هذا نزلهم يوم الدين، خلاف نزل الكافرين والمكذبين فإنهم جهنم والعياذ بالله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا في القرآن. في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا كل ما أمر الله به تفعلوه. قد يكون هناك نقص، يكون هناك بعض النقص، لكن هذا النقص يغفر لكم. استقيموا ولن تحصوا. لا يستطيع الإنسان الاستقامة كلها لأن لا يترك من الدين شيئا، هذا مستحيل، ولكن يستقيم بحسب استطاعته ومقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا أي أصيبوا الهدف، أصيبوا الهدف والحق، فإن لم تستطيعوا التسديد فقاربوا، قاربوا الإصابة. سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا، ولكن سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، يعني تكون الاستقامة حسب الأمر والنهي، حسب شرع الله. لا يبتكر الإنسان عبادات أو أشياء من عنده ويظن أنها تقربه إلى الله،
استقم كما أمرت، ومن تاب معك استقيموا كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نهي عن الغلو، نهي عن الغلو. يقول الإنسان أنا بستقيم ويشتد ويغلو حتى يخرج من الاستقامة إلى التشدد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا استقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه الاتباع والاقتداء، واستغفروا عما يحصل من النقص، أن الإنسان عرضة للنقص لكن يجبر ذلك بالاستغفار. استقيموا إليه استغفروه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، هذا نهي عن الزيادة والغلو والتشدد. استقيموا إليه واستغفروه، هذا أمر بالاستغفار عن التقصير في الاستقامة، لأن الإنسان عرضة للنقص مهما حاول، لهذا قال ولن تحصوا. فالاستغفار يرقع ما حصل من الخلل، والله جل وعلا أمرنا أن ندعوه في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ سورة الفاتحة في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يدلك ويرشدك ويثبتك على الصراط المستقيم الذي قال الله عنه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تسأل الله أن يبينه لك وأن يهديك له وأن يثبتك عليه، صراط الذين أنعمت عليهم. بيّن الله جل وعلا من هم الذين أنعم عليهم بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا أطعت الله ورسوله كنت مع هؤلاء، ومن كان مع هؤلاء فلن يستوحش لا في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء هم الرفيق، حسن أولئك رفيقا، رفيق على هذا الطريق، لأن الذي يسير مع طريق يحتاج إلى رفيق يؤازره ويؤنسه، فرفيقك هم هؤلاء صفوة من العباد. ثم قال غير المغضوب عليك ولا الضالين. تسأل الله أن يجنبك طريق اليهود ومن سار على نهجهم من المتساهلين والمنحلين عن صراط الله، ولا الضالين وهم من تشدد في هذا الدين كالنصارى ومن سار على نهجهم. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك الطريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار على نهجهم
ممن أخذ العلم وترك العمل تساهل، ويجنبك طريق الضالين وهم الذين يسيرون على غير علم ويتشددون، وهم النصارى في رهبانيتهم. فهذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له، ولن نعرفه إلا إذا تعلمنا العلم الشرعي، تعلمنا تفاصيل ذلك وبيانه من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من العمل، من العلم أولا ثم العمل والاستقامة عليه. هناك من يدعو إلى التساهل، وهناك من يدعو إلى التشدد. الآن على الساحة هناك جماعات تدعو إلى التشدد والغلو، وهناك جماعات في المقابل تدعو إلى التساهل والتسامح وإلى آخره. فلنكن على حذر من هؤلاء وهؤلاء، لنكن على حذر من الغلاة والمتشددين والمتطرفين، ولنكن على حذر أيضا من المتساهلين والمنحلين، ولنكن مع الوسط، مع الاعتدال، مع الذين سلكوا طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعوهم بإحسان أي بإتقان، لا يغلون فيخرجون عن طريق المهاجرين والأنصار، ولا يتساهلون فيخرجون عن طريق المهاجرين والأنصار. هذا هو الإحسان، الإحسان هو الإتقان. ولن تتقن طريق المهاجرين والأنصار إلا إذا تعلمت طريقهم وما هم عليه وعرفت ذلك بالتفصيل، وإلا كل يدعي وصلا لليلة كما يقال، كل يدعي أنه على منهج المهاجرين والأنصار، لكن هذه دعوة خالفها واقع وسيرته. إما أنه يجهل طريق المهاجرين والأنصار فيظن أنه هو التشدد أو أنه هو التساهل، وإما لأن عنده هوى، هو يتبع هواه في الحقيقة، وإن كان يدعي أنه يتبع المهاجرين والأنصار فهذا إنما يتبع هواه، أو يسير على ما يخططه له الأعداء الذين يتظاهرون بالإسلام والدعوة إلى الله لكنهم على غير طريق المهاجرين والأنصار. الذي يخل بمنهج المهاجرين والأنصار لا يخلو، إما أن يكون جاهلا بطريقهم، وإما أن يكون متبعا لهواه أو هوى غيره ممن يقلدهم ويسير في ركابه.
فهذا أمر يجب أن نتفطن له. واليوم كما تعلمون هناك غلاة ومتشددون يحملون أفكارا متشددة متطرفة، ويعملون أعمالا مروعة باسم الجهاد كما يزعمون، ويقتلون المسلمين والمعاهدين الذين حرم الله قتلهم، يقتلون النفس التي حرم الله بدعوى الجهاد. وهذا نتيجة التشدد وعدم الفقه في دين الله عز وجل. وهناك في المقابل متساهلون يريدون من الناس أن يخرجوا عن الدين، يتسمون به فقط، ولكن يكونون على هواهم وعلى ما يريدون أو ما يريده لهم قادتهم وأئمتهم وجماعاتهم وأحزابهم، وإنما يكتبون باسم الدين. والسير على غير طريق الدين فهذا خطر عظيم يتخطف شباب المسلمين اليوم، إما التساهل والانحلال وإما التطرف والغلو. والمطلوب هو الاعتدال والتوسط، فهذا هو طريق النجاة، طريق الوسط والاعتدال. وهذا لا يحصل بدون أن تتعلم، أن تتعلم العلم النافع الذي يدلك على هذا المنهج السليم والطريق المستقيم من كتاب الله وسنة رسوله، لا من قول فلان ولا من قول علان، إنما تأخذ ما يوافق الكتاب والسنة. ودع عنك أقوال الناس الغالية أو الجافية، دعها عنك وابتعد عنها ولا تغتر بها. وأنتم في هذه الجامعة المباركة، أنتم على سبيل التعلم بمنهج السلف الصالح الذي هو الصراط المستقيم. أنتم إن شاء الله على هذا المنهج، فعليكم بالتعلم، تعلم العلم النافع الذي به تسيرون على هذا الصراط المستقيم، وتعرفون به ما خالفه من الدعايات المضللة. وهذه الدعايات المضللة تلبس لباس الإسلام وزخرف القول غرورا، فكونوا على حذر منه. أنتم تسمعون الآن وتقرؤون في الصحف ما يكتب مما يندى له الجبين، يزهدون في العلم النافع ويصفونه بالتشدد ويدعون إلى التساهل وما يسمونه بالتسامح، يدعون إلى التعددية، يدعون إلى الرأي والرأي الآخر، يدعون ويدعون، يريدون أن يخرجوا الناس عن الصراط المستقيم. الأمر ليس آراء أو اجتهادات، الأمر يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. نعم يحصل الاختلاف، تحصل الآراء والاجتهادات، إما عن قصد حسن وإما عن قصد سيء، يحصل هذا، ولكن
الذي يميز لنا الصحيح من السقيم، والضار من النافع، والحق من الباطل، هو الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، إلى الرسول في حياته الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته الرجوع إلى سنته، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عند حصول الاختلاف، دل على أنه يحصل اختلاف، لكن الميزان موجود ولله الحمد، الذي به نعرف الحق من الباطل والخطأ من الصواب، وهو العرض على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن علم وبصيرة، نتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله ما نميز به بين الصحيح وغير الصحيح. لابد من هذا الأمر. الآن تسمعونهم تدخلوا في أمور العقائد، وصاروا ينكرون عقيدة السلف والإيمان بالأسماء والصفات والنهي عن عبادة القبور والأضرحة والشركيات، يسمون هذا تشدداً، وهذا احتكار للحق وإلى آخره. تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها في خطبة الوداع، أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور، يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم، يدعونها أن تتولى أعمال الرجال، ينكرون تحريم اختلاط الرجال والنساء، ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون، وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. تدخلوا حتى في الأنكحة، فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن، وينكرون إنكاح الصغيرة، ويقولون هذا من ظلم المرأة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة
والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي من 6 سنين، ودخل بها وهي من 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءاً صالحاً لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج. هم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست، عنست. هم يريدون هذا. من الذي حدد 18 سنة؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر، جعلها 3 أشهر، جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. وغرضهم من هذا، غرضهم من هذا إطلاق سراح المرأة للحرية المزيفة التي هي ظلم للمرأة في الحقيقة وإضاعة للمرأة. فلنتنبه لدسائسهم أقوالهم وماذا يريدون. وأحذر من دخول هذه الأفكار إلى هذه الجامعة. يجب على هذه الجامعة معلمين وطلابا وإداريين أن يحاربوا هذه الأفكار ويصرحوا ببطلانها، لأن هذه الجامعة هي القلعة الحصينة بإذن الله لمقاومة هذه الأفكار وأمثالها. هذه الجامعة هي وريثة العلم، وريثة العقيدة الصحيحة، أسسها إمام المسلمين الملك عبد العزيز رحمه الله بمشورة إمام المسلمين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ووضعوا لها المناهج الرصينة القوية التي تحصن أبناءها وتخرجهم إلى المجتمع أكفياء قادة يحملون العلم ويحملون العمل ويحملون الكفاءة الإدارية. فهي قلعة حصينة، يجب أن تقاوم هذه الأفكار. يجب على المدرسين أن يقاوموها في الفصول وأن يشرحوا بطلانها للطلاب. يجب على الطلاب أن يرجعوا إلى المدرسين يسألوهم عنها حتى يعرف هؤلاء
أن وراءهم من يرصد أفكارهم ويقاومها ولا يشعر أن الأمر مضيع أو أنهم يعيشون في عالم مضيع حتى يكف الله شرهم وكيدهم في نحورهم. الواجب علينا عظيم أيها الإخوة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لابد من الأمرين: أن نعلن أن ربنا الله، نقول لا إله إلا الله، وأن نعتقد هذا بقلوبنا وأن نطبقه بأفعالنا حتى لا نكون مثل من يقول ربنا الله وهم على خلاف ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله سماحة شيخنا على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعنا حجة لنا لا علينا. والآن هناك مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ. سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يقول كيف يتركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والخلاف لا زال قائما في المسائل الشرعية؟ نعم، تركنا على المحجة البيضاء التي نعرف بها الخلاف، هل حقه هو باطل؟ نأخذ الحق ونترك الباطل. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سهل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي هو: هل يجوز لطالب العلم الذي تمكن من مسائل التكفير أن يكفر شخصا بعينه دون الرجوع إلى العلماء اعتماداً على ما عنده من العلم في مسائل التكفير؟ مسائل التكفير أمرها خطير، مزلة أقدام ومظلة أفهام، يرجع فيها إلى أهل العلم، ولا يحكم على أحد بالكفر إلا إذا قدم للمحكمة الشرعية ونظرت في ما يقتضي كفره من القول والعمل فيكفر. أما إن كل واحد يكفر هذا الأمر لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب علم يدرس في هذه الجامعة، لكن على سبيل العموم تقول من فعل كذا أو قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر، أما التعيين والأشخاص فلا بد أن يرجع أمرهم إلى المحاكم الشرعية مع الإثبات عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب علم يدرس في هذه الجامعة أن يأخذ العلم من الإنترنت؟ ويقول: نحن نصحناه ولكنه يقول أن بعض العلماء أجازوا ذلك. لا يؤخذ العلم عن الإنترنت، ولا يؤخذ عن الأشرطة، ولا يؤخذ عن الكتب، إنما يؤخذ العلم عن العلماء، العلم بالتلقي، لابد من التلقي عن العلماء. ولو كان العلم يؤخذ من الكتب أو ما يقوم مقامها لما رحل العلماء في السابق إلى البلاد، إلى العلماء يتعلمون ويتلقون العلم منهم. الله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد أن يسافر إلى أهل العلم، إلى الجامعات الشرعية والكليات الشرعية،
إلى تعلم العلم الشرعي حيثما وجد، ولا يكتفي الإنسان بالمطالعات وسماع الأشرطة وغير ذلك، إنما ينتفع بهذه من باب الانتفاع فقط، أما أنه يعتمد على ذلك ويعتبر نفسه عالماً هذا غلط كبير. نعم. سمحت الشيخ، ورد مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم التصوير بالفيديو والجوال. تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير مطلقا، ولم يحدد الآلة التي يكون بها التصوير، لم يحدد الآلة سواء رسما باليد أو نحتا أو فوتوغرافيا، كله يدخل في مسمى التصوير، والناس يسمونه تصوير، كل الناس يسمونه تصوير، فما كان تصويرا فهو حرام إلا ما دعت الضرورة إليه، إلا ما دعت الضرورة إليه، فيباح بقدر الضرورة. نعم. أيضا سماحة الشيخ، ورد مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم الأناشيد الإسلامية. الحمد لله الأناشيد الإسلامية ما عرفت في السابق أن تتخذ على هذا النمط، ترتيب جماعات إنشادية وأصوات رخيمة وتكسير للكلمات من أجل الطرب طراب السامعين، هذا ما عرف أبدا إلا عند الصوفية الذين يعتبرون الأناشيد من العبادة، أو عند الحزبيين وأصحاب الجماعات الذين يدعون إلى جماعاتهم بهذه الأناشيد. نعم. سؤال يا سمحت الشيخ، ما حكم إهداء الثواب بمعنى أني أصلي وأصوم أو أقرأ القرآن ثم بعدها أقول اللهم إن أجرها لفلان؟ إهداء الثواب يجوز في المسائل التي ورد لها الدليل، الأصل أن الثواب لصاحب العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويجوز أن يهدي ثواب بعض أعماله، ثواب بعض أعماله لأخيه حياً وميتاً على حسب ما ورد في الدليل، الصدقة عن الغير، الدعاء للغير والاستغفار له للمسلم، الحج أو العمرة عن الغير، الأضحية عن الميت، هذه أمور وردت بها الدليل، أما غير ذلك فلا، كل له عمل. نعم. سمعت الشيخ، هل البسملة من الفاتحة وإذا كانت من الفاتحة فهل إذا صلى المصلي ولم يقرأها تبطل صلاته لأنه ترك آية من الفاتحة؟ القول الراجح أن البسملة آية من القرآن مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما يتابها في فواتح السور، إلا ما جاءت في أثناء السورة مثل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا فهي في فواتح السورة ما عدا سورة براءة فإنها لم تنزل قبلها، ليست من الفاتحة ولا غيرها، والإتيان بها في الصلاة سنة، يسمي سرا ثم يستعيذ من الشيطان ثم يقرأ الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف من سنته أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يجهر الحمد لله رب العالمين، حتى قال قائلهم صليت خلف رسول الله، خلف أبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم لا يجهرون بالبسملة، ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها مع الفاتحة، فمن ترك هذا فصلاته صحيحة، لكنه ترك سنة من السنن، من سنن الصلاة. نعم. سماحة الشيخ، ورد مجموعة من الأسئلة ويطلبون منك التوجيه حول الشباب الذين لم يتزوجوا
ويواجهون مشقة فيطلبون التوجيه في ذلك. عليهم أن يبادروا بالزواج إذا استطاعوا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه لو وجد، لأن الصوم يخفف الشهوة ويكسرها. والله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. السؤال يسأل يقول: ما معنى قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، وهل يلزم معرفة حال الرجل لأخذ العلم منه؟ نعم، هذا كما ذكرنا لكم أن العلم لا يؤخذ من الأوراق أو من الأشرطة أو من المواقع والإنترنت، إنما يؤخذ العلم عن العلماء للتلقي هكذا. ولا كل العلماء أيضا، بل يختار طالب العلم من يثق بدينه وعلمه ليتعلم عليه. هذا سائل سماحة الشيخ يسأل يقول: جئت والإمام يصلي والصف الثالث قد صفوا ناس في جهة اليسار، وأما وسط المسجد لم يصفوا فيه، فهل أصف معهم أو أصف خلف الإمام في الصف الثالث؟ إذا وجدت جماعة يصلون خلف الصف فصلي معهم، سواء كانوا خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره، صف معهم لأنهم كونوا صفا تكون معهم. نعم. ما حكم خروج المرأة للدعوة بدون محرم؟ تدعو نفسها أولا، تدعو نفسها أولا، كيف تروح للدعوة بدون محرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. في رواية مسيرة يومين، في رواية مسيرة ثلاثة أيام، يعني للراحلة، في رواية مسيرة يوم وليلة، في رواية مطلقة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا أرادت الدعوة تعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن يجالس من لا يحسن الخلق ويغتاب الناس ويمشي بالنميمة؟ يقول: ما نصيحتكم لمن يجالس من لا يحسن الخلق ويغتاب الناس ويمشي بالنميمة، وقد نصح عدة مرات لكنه لا يرجع، هل يجالسه أم لا؟ لا يجالسه إذا كان يشتغل بالنميمة والغيبة وتنقص الناس، فإنه يبتعد عنه لئلا يصاب بدائه، فإن الجليس السيء يؤثر على جليسه كما أن الجليس الصالح يؤثر على جليسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافة الكير. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك. الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن تشتري منه مسكا، وإما أن يعطيك من مسكه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت وجودك معه، فأنت لا تفقد الطيب مع الجليس الصالح. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم. سماحة الشيخ، هل جعل الثوب إلى نصف الساق من لباس الشهرة؟ في البلد الذي لا يستعملون هذا وإنما ملابسهم إلى الكعب يعتبر إلى نصف الساق، هذا من لباس الشهرة، لأن الذين يجعلون إلى الكعب سنة، هذه سنة، فأنت تكون معهم ولا تخالفهم لأنهم على سنة والحمد لله. أما لو كانوا ينزلون عن الكعب لا، هذا لا يجوز، وإن كانوا كثيرين فإنهم مخالفون للسنة. إن قال شخص لآخر: إن غلبتني لك 100 ريال، والآخر لم يشترط شيئا، بمعنى أن النظر كان من طرف واحد، فما الحكم في ذلك سماحة الشيخ؟
أن قال شخص لآخر إن غلبتني لك 100 ريال؟ غلبه على أي شيء؟ ما لم يحدد. ما يجوز الرهن وأخذ المال إلا على ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا سبق، والسبق معناه الجائزة، لا سبق إلا في 3: نصل أو خف أو حابل. المسابقة على الرماية أو المسابقة على ركوب الخيل، التدرب على الجهاد، أو على ركوب الإبل التدرب على الجهاد، يجوز أخذ الجوائز فيه. وألحق بعضهم الجوائز على مسائل العلم والفقه، حفظ القرآن، قال لأن هذا يدخل الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم للجهاد في سبيل الله. وما عدا ذلك لا يجوز أخذ الجوائز، لأنه أكل للمال بالباطل، وهذا هو القمار. القمار هو المسابقات، وأخذ الأموال بالمسابقات إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إمام صلى بجماعة فلما كان قبيل التسليم تذكر أنه ليس على وضوء، فماذا يصنع؟ هل ينيب؟ وإذا ناب فهل يقوم؟ إن كان ما تذكر أنه على غير وضوء إلا بعد ما سلم، فصلاتهم صحيحة، وهو يعيد الصلاة، توضأ ويعيد الصلاة. أما إن كان تذكر في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الانصراف، يجب عليه الانصراف ولا يستمر في الصلاة، ويتوضأ ويستأنف الصلاة بهم من جديد. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، فهل المسافر إذا كان يستمع للغناء في سفره يدخل في هذا الحديث لقوله جرس؟ تتم الجواب السابق. نعم. يستخلف أيضا إذا ذكر أن على غير طهارة، يستخلف من يكمل الصلاة المأمومين ثم يذهب ويتوضأ، ولا يستمر في صلاته على غير وضوء، لأنها تبطل صلاته وصلاة من خلفه. إذا استمر وهو على غير وضوء تبطل صلاة الجميع. وأما استماع الأغاني فهو أشد من استماع الجرس. استماع الأغاني محرمة، لا تجوز، خصوصاً إذا كان معها مزامير أو معها آلات له فهي أشد، فلا يستمع المسلم إليها. نعم. سمعت الشيخ، ورد مجموعة من الأسئلة تتحدث عن من ينتقصون بعض العلماء ويطلبون توجيهكم في ذلك. من يتق الله صح، ومن يتق الله عز وجل، ولا يتنقصون أحدا من المسلمين، من المسلمين عموما. المسلم له حرمة ولو كان من العوام، فكيف إذا كان من العلماء؟ فعليه من يتق الله. وإن كان أحد من العلماء أخطأ فلا يجوز الكلام فيه واغتيابه، بل يبلغ بالخطأ ويبين له الخطأ، تبرأ الذمة بذلك بدون اغتياب له. نعم. هل يجوز لمن يعيش في أوروبا تقصير اللحية إن سببت اللحية له إشكالا في وجود العمل؟ تمسك بالسنة، وفي أي مكان من الأرض، ولا تنظر لإرضاء الناس أو مداراة الناس، تمسك بالسنة باللحية وبغيرها، ولا تتنازل عن شيء من دينك لأجل إرضاء الناس، هذه هي المداهنة المنهي عنها. نعم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.